سافر الحقيقة. طيب هذا تمام طيب بسم الله هذا طيب هذا طيب تبارك الله شو تبارك الله هذه الكبده ديالو ديال هذا العام هذا تبارك هاد العام ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحان الله العلي العظيم هاد العام خرجت الكبدة كبيرة عطينا الشحمة هذا القزبر حبوب مطحون مزيان احسن ما كيكون ديك القزبر راه هو اصلا دواء نديرو شويه الملح ان شاء الله وعاود السيدي نديرو شويه الكمون بلدي هذا مطحون هذا كمون بلدي اصيل هذه الطريقة الرباطية هذه طريقة إنسانية بصفة عامة كاين لا طريقة رباطية ولا طريقة كل شيء كيعرف يقطع الكبدة ويعطرها ما غاديش نبقاو ننتميو لواحد دابا ملي سالينا من الكبده غادي نمروا ان شاء الله للشحمه الشحيمه اللي كنا غطيناها هذه كنا جبدناها ونشرناها تنشفات وها هي تبارك الله ها الشحمه ديالو تبارك الله شي ها الشحمه غادي نقلبوها دابا غنمشيو للبلايص الرقاق هما اللي نديروهم دابا راه مع الوقت كلشي الناس ولا كلشي كيتشكى كلشي كيمرض الامراض داكشي حنا غنديرو غير شي حاجه اللي بركه غير الشحيمه نمشيو للبلايص الرقيقه بحال دابا غادي نمشيو دابا هنا نمشيو لهاد البلايصه الرقيقه ناخذ هنا غير بلايصه رقيقه بحال هاد هنا الغلاندا نمشيو مثلا هك نديروها العمليه كنديروا هكذا كنديروا ليها هكذا Thank you.
انا اصلا بغيش نتعمد نعرضها العريضه كاينه بزاف، نديرها غير رقيقه شويه، واخا تكون كاع الكبده الطرف ديال الكبده الا تغطى غير من هنا ومن هنا شويه بركه، غير باش يعطي ديك البنه، باش ملي يتشوى يهبط داك ليدام شويه يعطي ديك البنه وترطب الكبده. هادشي علاش اما غنديروها بحال ما هكدا، تغطيها تغطيها هكدا هكا يعني راه بزاف، غير شويه مهم تزينها وصافي. حنا غطينا غير شويه البنه، ها هو الخير باقي، ها هي هاي الخير باقي تبارك الله. الريحان ديالو هو هذا، سنتركه جانبا نخليه سخون يسخن لينا تما هذاك الشيء. اعطيني المضايا، هذا الشيء علاش قبيله بغيت نديرو الشحيمه رقيقه باش ما تاني الشحمه تاني بزاف بنادم الناس ما بقاوش كيتعاونوا معرضين بزاف الامراض سميتو. كنمشيو بهذه العمليه هكذا بحال هذه كبيره، حنا بغيت تعمدنا نديرهم كبار، علاش غادي نبقاو حنا نرطو فيهم صغار. كنمشيو هكذا وكنعاودوا ثاني العمليه هكذا، يعني راه شريط واحد راه يقدر يمشي لينا يعني بحال ما هذا العمليه. حنا انا اصلا الشحمه ما بغيتش نقويها، هادشي غير هذا غير هاد شويه يعطينا البنه غير لهادي بحال ما هكدا هادي. لا هاي انا اصلا متعمد، هاي بحال دابا هادي راه غنديرو كدا هكا، ولكن الانسان ما غادي ينعش وما غاديش يكون ما غاديش يسلم منا لابد ما غادي. لهذا حنا درنا هنا يعني بغينا غير هاد الشحيمه هادي تعطينا غير البنه والديكور وترطب لينا شويه الكبده، والمهم نشمو شويه الريحه، نشمو الريحه ها العمليه كيفاش غاده. هاي نشمو غير شويه الريحه ديال هاي، نشمو غير ريحه الشمشيط راه كاين. ها العمليه هاي وخامو ثلاثة، هاي غادي نقومو بها. هاي هاد الشريط الصغير هذا الله يجعل البركة، راه الوقت شوية سميتو الأمراض راه كوليسترول بروستاتا بزاف الحوايج من الإنسان كيعاني منها بارك الشي. غير هاد الشريط كيف قلت الله يجعل البركة، هاد الشريط الصغير هذا في العرض ديالو صغير بركة، ها هو نقومو بنفس العملية. هاي ملوش بزاف ما نقويوش، يعني غير كنلاقيو الراس مع الراس الله يجعل البركة. ها هو سمعتيني شافه ملي يقول لي سبحان الله 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 اختي ديما قطعنا الكبدة وقمنا كذلك بتقطيع أشريطة ولا شرائط ديال الشحمة، وبعد عملية اللف دابا جات عملية التزلاق. هاهي ها حنا دابا غادي راه كيف هدرنا، راه الشحمة ما قويناش، راه درناها غير رقيقة وقصيرة ماشي صغيرة. علاش؟ دابا الإنسان راه كلشي كيتشكى، كلشي مريض، ها الكوليسترول كيف كنا، ها الأمراض، ها اللهم نتجنبو ناكلو الشحمة بزاف. حنا بغينا قلنا هاد الشحيمة هادي غير باش تطلق ديك البنة في الكبدة ترطبها، جوج ربعة ستة سبعة، هادو إن شاء الله ثمانية. بسم الله هاللول سير
سخون الله ها 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 اشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جلدة العالم 24.